تحياتي لكم من وين ما كنتوا عم تتابعونا. أنا غانية ربيع، فنانة سورية تشكيلية مقيمة في هولندا. بحب أعايد وهني وبارك لأسرة برنامج جاليري حول العالم، تلفزيون المصري، قناة السابعة، الأستاذ المخرج إسماعيل بكر. بقول لهم كل سنة وأنتم سالمين، وإن شاء الله يا رب تكونوا بخير، وكل الشعب المصري إن شاء الله يا رب يكون بخير. وبمناسبة كمان قدوم العام الجديد، بحب عايد أهلي وأقربائي في سوريا، وكمان بحب عايد لكل فنانين دول العالم أصدقائي، وبقول إن شاء الله عام سعيد وعام جديد على الجميع إن شاء الله تعالى. السلام عليكم.